وشوشة. في يوم بالليل بسمع الإذاعات اللي أنا بسمعها الغريبة دي، فبقلب في الراديو فلقيت واحد بيقول جملة عمري ما هنساها، والواحد ده أنا عرفته بعد، بيقول: ترقبوا النجم الساطع في سماء الإذاعة المصرية، ترقبوا نجوم أفهم. وسكت، قالها وسكت، ما نطقش تاني، والإذاعة وشت. إيه ده اللي بيقول ده؟ في إذاعة في مصر هتفتح؟ يعني في مجال إن أنا أقدم، يعني ممكن أشتغل. فضلت مشغل الراديو تقريبا يا يوم يا اتنين يومين كاملين بيوش عشان مستني ينطق تاني. وانا هتنطق يعني هتنطق؟ ما انا انت قلتها مره فما تقوليش الجمله دي وتمشي. اعمل ايه؟ قمت مكلم اتحاد الاذاعه والتلفزيون، جبت الارقام الداخلي بتاعتها. انا فاكر الرقم كان 5787120، فاكره كويس جدا. فبقول لهم في حاجه هتفتح عندكم كذا كذا. الرد عليا كاد يكون تحس ان هو حاجه زي شؤون الطلبه، يعني حاجه كده، ف اسلوب لطيف جدا الحقيقه. وقال لي: ما اعرفش. قلت له: ماشي خلاص، شكرا. لحد ما نطق تاني، اللي اتكلم نطق قال نفس الجمله بس اتكلم، وفضل يشتغل مثلا اغاني مثلا لمده ربع ساعه. طب ايه؟ هتجنن، عايز اعرف ده ايه. مره في الثانيه بدا كل يوم البث التجريبي بتاع نجوم اف ام ده يزيد، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، اتنين، لحد ما بدا يدخل بروموز للبرامج للمحطه، بدأت يبان الكيان ده ايه. بدأت الفكرة بقى، كلمة الاف ام اللي المصريين كلهم كانوا بيقولوها، ان في حاجة بتجيب اغاني ما بتقطعش. كان بداية نجوم اف ام كده، الناس كلها بدأت تعرف ال 100.6 ده العربيات كلها مشغلها بتجيب اغاني، ما بتجيبش حد بيتكلم. عايز اوصل برضه مود، يعني انتوا مين؟ بدأت البرامج، وبدأ برنامج كان محمد عبد الغفار كان اسمه كلمني على البودافون، وقال اللي عايز بقى يتشاركنا في البرنامج مش عارف ايه يبعت لنا على الايميل. لا كان بقى في اس ام اس ولا فيسبوك ولا كام، كان في 2003. فقمت باعت ايميل: انا كذا كذا كذا، وانا مقدم في اذاعه بره مصر، وانا يشرفني، وانا عايز اكون في بلدي، انا مش عايز اسافر، وانا شايف ان انا عندي افكار كويسه جدا ممكن افيدكم بيها. 10 دقايق ولقيت ريبلاي على الايميل جاي لي من محمد، من الايميل بتاع البرنامج، كان اسمه كلمني ات ماي راديو فلاش. قال لي: هات افكارك ورقك وتعالى. جهزت افكار وقعدت طبعا في بيت، يعني خدت طريقه السنين، انت فاكر نفسك مين، انت فاكر نفسك مين، هتروحوا هيتريقوا عليك وهيروحوك، او ممكن يكون ده اصلا واحد نصاب، ولا ويروحوا يرجعوك من على البيت. انا هجرب والله لو قعدت كتبت افكار انا واختي الكبيره وهي الوحيده اللي كانت مقتنعه بيا، ورحت قابلت محمد عبد الغفار وقعدنا. قال لي: وريني الافكار. فبدا يقلب في الفايل ذاكر بقى، فقعد يقلب شويه، بعدين بدا يبان على ملامح وشه ان في حاجه حلوه، بدات اطمن. الراجل مبسوط باللي مكتوب. قال لي: انت عايز تعمل ايه؟ قلت له: انا عايز ابقى مذيع. قال لي: احط واحده كده على طول. مذيع مكتوب على طول يعني جاي ليه؟ قال لي: بص احنا مش عايزين مذيعين، احنا عايزين مؤدين. قلت له: مؤدين. اللي حصل ان انا قاعد بتكلم معاه لقيت فكره من اللي انا مديها له بتطلع على الهواء وانا قاعد. قلت له: قال لي: لا ده كويس، افكارك بدات تستخدم يعني. وحتى محمد يومها قال على الهواء، قال الراجل عشان ما يبخسش حق يعني، قال: بنشكر محمود يونس على الافكار اللي ادانا النهارده. طبعا محمود يونس دي اسعدتني. محمود مفيش مشكله يعني، اسمي اتقال خير يعني. وخد كام؟ انا المفروض ان انا كنت هتحط تحت التدريب 3 شهور، انا مضيت العقد بعد 3 ايام بالظبط.